نترككم مع الأستاذ أمل الجامعية وتأملات قرآنية. والأستاذ أمل الجامعية باحثة تربوية ومؤلفة ومتحدثة تحفيزية وأيضا مدربة في التنمية البشرية ومجال التربية وتنمية الذات في الجوانب الدينية وغيرها. فلتتفضل أستاذتنا. مشكور. بارك الله. الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، تفرد بالجلال والكمال، وعز بعلو وحدانيته، وتنزه عن النظير، وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد بن عبد الله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى وكواكب الأبراج، ورضى الله عنهم أجمعين، وجعلنا في زمرتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحييكن الغاليات بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. جزيل الشكر لجميع القائمين على هذا الجمع الطيب. سأل الله تعالى نكون كذا ضيوف خفاف عليكم، وما نكون يعني مزعجين لا بالكلام ولا إن شاء الله بالحديث بإذن الله تعالى اللي راح نتكلم عنه. واليوم إن شاء الله تأملات قرآنية، وأنا اخترت موضوع الابتلاء، نتأمل الآيات التي ذكرت الابتلاء، وهخبركم ليش أنا اخترت هذا الموضوع بالذات. طبعا التأمل هناك أنواع، إما أننا نتأمل آية آية أو أننا نتأمل موضوع موضوع، لكن اليوم أنا اخترت هذا الموضوع لسبب واجد مهم ويخص النساء بالذات، ألا وهو الابتلاء. ليش النساء بالذات؟ لو فتحت كذا المصحف على سورة الأحزاب الآية 35، حد عنده مصحف في التليفون؟ ها؟ ماذا تقول الآية؟ الآية 35 في سورة الأحزاب، إن مسلمين والمسلمات والمؤمنين والقانتين والصادقات والصابرات، وبعدين والخاشعات، وبعدين هنا والمتصدقات والصائمين والصائمات فروجهم والحافظات والذاكرين الله. و يعني عشان أنا أكون من الذاكرات، لاحظوا الصيام هين جاي ترتيبه كم في الأعمال. لو حسبت الآية، هذه الآية فيها 10 أعمال تجعلك من أهل الذكر في النهاية، تمام؟ أول شيء مسلمين والمسلمات، آخر شيء لحد ما نوصل إلى بس جاي عمل الصيام صح كأنه في الأواخر، معناته عشان أنت تكون من أهل الصيام في أعمال قبل. الله تعالى لا يرتب الكلمات، ها؟ وكلمات الله أقوى وأعلى وأجل من كلمة وعد، يعني كلماته كالسيف في إيش؟ في قوتها. فلما الله تعالى يرتب لك الآية يقول لك إن المسلمين والمسلمات، ولاحظوا تفصيلة مسلمين والمسلمات. أنا ما بغي المسلمين، سلامتهم، أنا تهمني المسلمات. المسلمين الحين ما هم شغلنا الشاغل، اللي هم الرجال، هنا المسلمات النساء. ماذا يعني مسلمة؟ جهزوا الجوائز، توها نطلع البلاوي. ماذا يعني مسلمة؟ تنطق الشهادتين. آه يا قلبي، سلمت أمرها لله. أعطيني مثال على التسليم. لو حدث اي موقف او صار اي عند اي عمل او عند اي شيء يحدث لي، قلبي مسلم امره الى الله سبحانه. ايوه، التسليم بمعنى انه كاني انا هذا قلبي ماله. ممكن نعطيها هذه شطوره الشطورات.
تستاهل، بارك الله فيك. التسليم ليس مجرد انه نشهد، ما في ناس تشهد اسمهم في البطاقة مسلم، بس ما هو ذا الإسلام الحقيقي؟ الإسلام الحقيقي هو أن تسلم. يعني إيش؟ يعني لما الله تعالى يقول لك يا عبدي أنا ربك، أنت وش تسوي؟ نعم يا رب أنت ربي، ها؟ تشهد، تشهد أنت ربي وتسلم. تسلم أي أنك تفوض. طيب ليش أنا واجد مركزة على المسلمات؟ تعرفوا ليش؟ لأنه النساء بالذات عندهم المشكلة مع التسليم. كيف؟ بسبب العاطفة؟ بسبب قلوب الرهيف. ممكن يكون هو ذا السبب، لكن التسليم من ضمن الأشياء، التسليم أن يخلق الله تعالى امرأة مثلا متواضعة الجمال بالنسبة لمقاييس البشر، بالنسبة لمقاييس البشر، فتلقوها مالها ما عاجبنها شكلها، فتروح منفخة وشابة وعاملة ومسوية، قالت لشش وأنا شو اسمه عشان أكون مقبولة في المجتمع عشان الناس تقبلني. للعلم في كثير من النساء، يعني واحدة من ضمن الحالات كانت امرأة تقول أو فتاة تقول أنا كارهة نفسي. ليش؟ من كثر ما تتعرض للتنمر والانتقادات، لدرجة أنه تقول عندي صديقة يعني أجمل مني بستمائة شوط، ودائما الرجال ينظرون إليها ويتمنوا الزواج منها وأنا ما حد يعبرني. شوفوا كلمة التسليم هي رقم واحد. إن لم تكن مسلمة، إن لم تكوني يا حبيبتي مسلمة، لن تدخل الإيمان، وإن لم تدخل الإيمان لن تكوني من القانتين، وإن كنت لست من القانتين لن تكوني من الصادقين، وإن كنت لست من الصادقين لن تكوني من الصابرين. شوفوا كيف التسلسل. ولذلك أول حاجة حتى يقبل صيام، نشوفوا صيامنا وين موجود، الصيام كعبادة في الآية قبل كم مرحلة. فهل نحن مسلمين أو مسلمين أو مسلمات؟ هل نحن من المسلمات؟ طيب إيش أكثر شيء يخلي المرأة غير مسلمة، أو بمعنى أصح ما الذي ينغص على المرأة حياتها؟ الابتلاءات، أشكال الابتلاءات. من ضمن الابتلاء إنه شكلها يكون عادي ابتلاء، بل إنه بعض الابتلاء إنه شكلها يكون صاروخ، صح ولا لا؟ يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، في بعض منهم مبتلى بالشكل الجميل، وفي بعضهم مبتلون بالشكل العادي، لأنه مثلا تقول ليش أنا أريد الحب. طيب في بعض النساء أيضا مبتلات ماله بزوج أعوذ بالله، وفي بعض النساء مبتلات بالمرض، وفي بعض النساء مبتلات بالأمراض، عفوا بالأبناء، الأبناء اللي هم مالهم العنيدين أو العاقين. هل وجود الابتلاء مع عدم التسليم يساعد على الصيام؟ وجود الابتلاء مع عدم التسليم مستحيل. هتحاول لكن لأنه عندها مشكلة في التسليم راح تحس إنه العبادة ثقيلة عليها. ولذلك أول مستوى لازم المرأة تفهمه هو كيف أكون مسلمة وكيف أكون مسلمة عشان أدخل الدائرة اللي بعدها عشان أرتقي. ولذلك الله تعالى هنا خصص كلمة مسلمات، أعطاها خصوصية. لماذا؟ لأن المرأة عشان تكون من الذاكرات الله كثيرة لازم أول حاجة تكون مسلمة. طيب يا رب كيف أسلم؟ قال لازم تفهم الابتلاء أول شيء. ولذلك اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الابتلاء، بس قبل ما أتكلم عن الابتلاء أنا أريد أتكلم أول شيء حاجة اسمها التأمل، إذا ممكن الشريحة. التأمل إيش يعني تأمل؟ تأمل يعني أنظر على الشيء لفترة، أنظر له فترة، أطيل النظر فيه، ممتاز، أطيل النظر فيه لكن ما أسرح، ها؟ ما أطيل النظر وبعدين أسافر سفر، أيوة أطيل النظر من أجل التفكر فيه، تمام؟ طيب لما أتأمل شيء وأعيد النظر فيه حتى ماذا؟ حتى أستخرج أمرا ما.
طيب احنا شيء محتاجين نتامله هو الابتلاءات اللي احنا مبتلون فيها. لماذا نتامل؟ ليش احنا محتاجين نتامل؟ العبره في الشيء، استخراج العبر. القلب ماله؟ عشان يتعلق بالله. القلب عشان يصحصح، صح؟ عشان القلب ماله؟ يصحصح، لانه حلوق قلوبنا مالها؟ منهكه، منهكه، ما ضعيفه، منهكه. منهكه بماذا؟ ما كلنا عندنا مشاكل؟ واحده تقول لي ما عندها مشاكل. انا اعرف انه في ناس انت تعيش الرضا، بس انا اقصد وحده يعني خاليه تماما ما عندها مشكله، عشان نحسدها ونضربها بعين اليوم، اليوم الخميس. لا لا يعني اذا كان كذا معناته هذه يعني هذه ما طبيعيه، ما ممكن. الانبياء مبتلون، تجي هي ما مبتلى؟ يا اخي هذا عاد شيء يعني. طيب اذا جميعنا مبتلون. الابتلاء مثل تعرفوا لما واحد يكون شال قونية على ظهره، بنفس الطريقة المبتلى شال الهم، والهم هذا ايش يسوي؟ يثقل. ولما يثقل الهم ايش يفعل بالإنسان؟ عندما يثقله، واحدة امرأة أتت رسلت لي رسالة تقول لي أثقلني هم الدين حتى أني لا أقوى على الصلاة. شوفوا ما كيف عاد الصيام، ما قادرة أصلي من كثر الهم، أشعر أني ما قادرة على الصلاة. الابتلاء. ولذلك لازم نعرف كيف نسلم، لأننا كلنا مبتلون، بس لازم نعرف كيف نتعامل مع الابتلاء ونفهم الابتلاء صح ونتعامل معه صح. لكن التأمل يا حبيباتي إلى فوائد، ما فائدة واحدة، من ضمنها أنها تريح القلب. الأمر الثاني تعين على العمل. أنت باغية تصومي رمضان صح، وباغية تعملي أو تصومي صيام الصائمين، وباغية توصلي إلى مرحلة صيام الصائمين، ولن تصلي إلى ذلك حتى تسلمي، ولن تسلمي حتى تدركي الحكمة من الابتلاء. لازم تفهمي ليش أنا مبتلى. وهذا الشيء الله تعالى إيش؟ ما حد هيعرف الابتلاء ولا حد يعرف يتعامل معه إلا متدبر القرآن. أنا من اليوم حريم الإرشاد، الواعظات عليكم مسؤولية ثقيلة، اعقدوا مجالس التدبر. أنا أقولكم نحيي مجالس التجويد، نحيي مجالس الحفظ، لكن الأصل قبل كل شيء التدبر. ليش؟ لأنه إذا كنت أجود وإذا كنت أحفظ وما كنت أعمل، على بالكم إن لأنك حافظ بتعلق التاج، والله خدعوكم. ليش؟ إيش فائدة واحد حافظ ويرتكب معاصي؟ قال لك أنا حافظ ويستصغر الناس ويظن نفسه أنه أفضل الناس لأنه حافظ، إيش الفائدة؟ لكن الإنسان الذي يتدبر، التدبر إن كان من قلب صادق، التدبر يعني عمل، التدبر يعني فهمت، يعني وقعها حب، الحب، لأن التدبر يورث المحبة. محبة وش؟ محبة من؟ ليش؟ لأن تجي يوم تتدبر الآيات ثم تعرفي قدرة الله تعالى، ثم تتأملي فضل الله تعالى، ثم تدركي وتفهمي لماذا الله تعالى أنزل عليك هذا القدر، ثم أيضا لما تتأملي لماذا هناك أناس مختلفون، حد عنده مال بس ما عنده ولد، وحد عنده ولد بس ما عنده مال. هذا الشيء الإدراك كله نتيجة لماذا؟ للتدبر. والتدبر يعني كثرة الذكر. ولذلك التدبر ليس فقط تخفيف، ولكن يورث المحبة في قلوب العباد. وانت أصلاً وش تريد غير انك ايش تكون في أهلي المحبة؟ ها؟ لماذا تونتوا لو كنا احنا الحين في رمضان ونصوم حبا، كيف يكون رمضان؟ يعني انا أصوم لله تعالى حبا، كيف يكون رمضاني؟ استلذها وبس؟
منتظرة بكل شوق. ما بس الشوق، ما بس اللذة، أنت نفسك، أنت نفسك تكون في عالم مختلف تماما من الروحانية. تأملوا تماما يعني، وأنت بما أنه نساء وقلنا إحنا الموضوع اليوم عن النساء، أباك إن كذا تتفكرن تتفكرن في السيدة مريم عليها السلام. شوف الله تعالى كذا ها خاصنها عن نساء العالمين. ليش؟ مو عندها، مو عندها القنوت. هذا مو يعني قنوت، قنوت. ماذا يعني قنوت؟ يلا مرة جهزوا الجائزة. ايش؟ مختلية بنفسها؟ لا، القانتة أقوى من التسليم. لا، الدعاء بصدق. لا، أيوة أيوة، طلعوا البلاوي يا جماعة وخلونا نشوف إيش يعني قنوت. ما خلاص قلنا مسلمة، قلنا مسلمات مؤمنات قانتات، يستوي تتكرر الكلمة؟ هذه وحدها وهذه وحدها، تونتوا تفسروا مسلمات نفسها قانتات، ما يستوي. قلب ايش؟ مو يعني قلب حي، كالخاشعات جاية وحدها كلمة، تحمست في إحسان في إحسان. ها؟ البعد عن الملذات، التفرغ. قربتم قربتم. ها؟ انزلتوا انتوا وحده وحده؟ صح صح، انت اثنين في الدين، لكن والله السماع واحد. كلمة القنوت ماذا تعني؟ لا، قريب قريب، قربتوا. مو رايك انا اخليك تفكر فيها، ما اعطيكم الاجابه، ولا اخليها اخر شيء؟ نخليها ها جوجل، يمكن جوجل يكذب، ترى ما كله جوجل، ما جوجل دمرنا، ما دمرنا جوجل تو. تمام، القنوت يعني يا حبيبات الحضور، إذا أمر الله أمر كانت موجودة لهذا الأمر تقيمه كما الله أمر. وكلمة أن تقنت المرأة لزوجها أي أن تكون حاضرة عندما يطلبها. أغلب النساء ما حاضرات حال زواجهن. قلت عجبكن وما عجبكن. طيب، القنوت لما الله تعالى يقول القانتات أي الحاضرات عند الأمر، لأن المرأة الأصل تواجدها وين؟ تواجدها أي في البيت الأصل، لكن لأن المرأة صارت تخرج كثيرا فللأسف غابت عنها غاب عنها القنوت. ما ملاحظين أن السيدة مريم كانت أكثرها ماذا؟ حاضرة متواجدة، ها؟ قانتة يعني حاضرة على طول، موجودة في محراب صلاتها. هذا معناه القنوت. القنوت يعني الحضور والتواجد، الحضور والتواجد. طبعا هي لها تفاصيل كثيرة، يمكن تحتاج دورة إن شاء الله جماعة أسرار مريم بإذن الله، أسرار الميم إن شاء الله، لها تفاصيل كثيرة. إذن اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الشريحة اللي بعدها، سنتكلم عن الابتلاء في القرآن. لماذا الابتلاء؟ ليش احنا مبتلون؟ راح نتكلم ايضا عن ما العلاقة ما بين الصبر والابتلاء، وراح نتكلم كيف نخفف من اثر الابتلاء، ولكن كل ذا من خلال الآيات القرآنية، ما هنخرج عن الآيات بإذن الله تعالى. ولكن قبل كل شيء، ما انا عشان اعرف الابتلاء ما لازم اعرف ايش معناه؟ ماذا يعني ابتلاء
وإيش يعني بلاء؟ ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ أو أول شيء سؤال جماعة الوعظ والإرشاد، رفع يديك كده، يخافني رأيت مشاكل أنا ما تحط رفعا بقوة بثقة، والله ما يقول شيء حلو بس ده رفعا بثقة زين جماعة أيوة كذا. على فكرة لما أقول جماعة الوعظ ارفعي يدك وأنت إيش شامخة، أنت بمقام من؟ بمقام المعلم، والمعلم وريث ماله نبي، صح ولا لا؟ ما تخجلي، لا حشا بالعكس، أنا أريد كان كذا لما أنادي ارفعي يدك وأنت شاكرة وكوني حاضرة. نعم أنت شفتن كيف عدم الحضور. انزل الآن، أنا ما أريد كان تنتجاوبا، أريد الناس الثانيين اللي هم خارج الوعظ والإرشاد، ماذا يعني بلاء وماذا يعني ابتلاء؟ هل هما نفس الكلمة؟ ها؟ هو طبعا زيادة في المبنى، يعني زيادة في المعنى، لكن ماذا يعني بلاء؟ ها حبيبي، أول شيء الابتلاء معناته هو مصيبة، يعني الهدف منها أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع العبد. أما البلاء فهو ما نزل إلا بذنب، يعني البلاء ما نزل إلا بذنب، البلاء ما نزل إلا بذنب. تكده لا، لأنه بلاء الحسن. ما قلت لكم هذا جوجل؟ هذا جوجل وهذا المدارس. تو أحد يسمعني ما التربية؟ تاني كنت في التربية. البلاء ما نزل إلا بذنب. الحين كل واحد عنده مصيبة مو يقول معناته أنا مصيبة، سوية مصيبة، وهي تلقيها الحرة مسكينة في حالها وفي نياتها وعلى نياتها. هل البلاء ينزل بذنب؟ هخبرش الآن، لأن هناك أحياناً معلومات يا حبيباتي، معلومات مغلوطة. يعني شوفوا في النهاية أحياناً كل واحد يحاول إن هو يعرف الكلمات، لكن تعالوا نعرفها ببساطة، ما بحتاجة تعقيد ولا أي شيء، من خلال إيش؟ الآيات. الله تعالى قال إن هذا لهو بلاء مبين، تمام؟ وقال أيضا في السورة الثالثة، الآية الثالثة عفوا، وليبلي المؤمنين منه بلاء. استوى مصيبة؟ استوى ذنب؟ يستوى نقول عنه ذنب؟ سبب ذنب؟ إذن لا، البلاء ليس له علاقة بمصائب، ليس له علاقة بمصائب. طيب تعالوا نشوف مرة ثانية كلمة ابتلى في الشريحة اللي بعدها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، وأيضا قال ثم صرف عنكم ليبتليكم. من الآيات إيش تفهموا كلمة يبتليكم مبتلى؟ اختبار، ممتاز. إذن الابتلاء معناته هذه واضحة صح؟ طيب ممتاز. الله تعالى قال ونبلوكم في الشريحة اللي بعدها بالشر والخير، معناته الابتلاء أو البلوى تكون مالها في الخير وفي الشر، تمام. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يعني الله تعالى يقولنا أن الابتلاء والبلاء هذا لشيئين مرتبطين، البلاء هو ما يحدث لك كان خيرا، أما الابتلاء فهو ماذا؟ هو الحكمة من البلاء. ما هو أنت لازم تعرف أنه كل إنسان معرض لبلاء، يعني لحدث، لقدر، أما الابتلاء فهو الحكمة. ليش الله تعالى بلاك؟ يختبرك،
يختبرك إما شاكرا، فلذلك الله تعالى قال لنبلوهما أيهم أحسن عملا. طيب، إذن الفرق في عدد الحروف في اللغة العربية معروف، قلنا ما زاد في المبنى زاد في المعنى، هذا حدث وهذا الحكمة من الحدث، تمام؟ طيب، إذا أحسنت التعامل مع الابتلاء يعني مع الاختبار، ترى هو الاختبار في إيش؟ في أسئلة، صح؟ إذا الابتلاء مو فيه، في حدث، أنت كيف تتعامل معه؟ إذا أنت تعاملت معه صح أيتها المرأة، تعاملت معه صح، كان البلاء ماله حسنا، أبليت حسنا، فكان البلاء حسن، نجحت، نجحت في الاختبار. أما إذا صار العكس، ماذا قال الله تعالى؟ إنه أنت مثلا كفرت أو قنطت، أو عندكم ذي كلمة قمقمت؟ سبتنا الداخلية. أيوة زين. قلت أنا يمكن الكلمة، يعني ترى أحيانا أنا بقول كلمات يمكن ما تفهموها، عدنا ما شاء الله علينا عمانيين تنوع في اللهجات. إذا جلست تتقمقم ترى بيتحول لابتلاء، ماله مصيبة، كثرة الشكوى تحول البلاء إلى مصيبة. إذا من اللي حدد البلاء نوعه؟ الشخص المبتلي. ولذلك التسليم أنت تحدد هتكون مسلم أو غير مسلم. إذا تعاملت مع الابتلاء بشكل جيد، ها، نجحت، انتقلت المرحلة اللي بعدها. لا، أنا بخبركم الآن. طبعا هناك حكم كثيرة للبلاء، يعني حكم كثيرة، من ضمنها إن الله تعالى يصنعنا على عينه. كيف يصنعنا على عينه؟ أحيانا يعني أعطيكم مثال، الأم ولدها كم مرة تقول له لا تلعب ويش بالنار، صح؟ كم مرة تقول له لا تلعب بالنار، لا تروح عند الطباخة، كم مرة تنصحه، بس ما يصطاخ الكلام، ما يسمع الكلام، يصطاخ نوبة عادلة. تونا مالك أني يعني جاي دولة ثانية. طيب، ما يصطاخ الكلام أو ما يسمع الكلام، ما تسوي به آخر شيء؟ مرة واحدة قالت لي دبغه، أي تضربه ضرب، صح؟ أو إنه إيش تسوي؟ تقرب يده من وش؟ عشان وش؟ يتعلم. الله سبحانه وتعالى أحيانا الإنسان لما يصير يمشي كذا ها عوج، الله تعالى إيش يصنعه على عينه؟ يقول له لا، أنت ماشي عوج، أنا أريدك، أنا فرضت لك الطريق المستقيم وأنا أريدك تمشي في الطريق المستقيم، فلازم يحرقه شوية، يذوق من إيش؟ من ألم هذا الشيء، حتى ماذا؟ حتى يعود، يعني ما عشانك. الله تعالى ماذا يقول؟ ما يفعل الله بعذابكم؟ ها؟ هل الله تعالى محتاج تعذيبنا؟ هو الغني سبحانه، ما محتاج لتعذيبنا. لذلك الابتلاء والبلاء أصلا في أساسه كان ابتلاء نعمة أو كان ابتلاء نقمة، فهو في النهاية لك، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، اسمها لنا، يعني لمصلحتنا، يعني عشاننا. طيب، أمر آخر، أنت كل يوم لازم تعرفوا أن الابتلاء له حكمة، أنت كل يوم تتنعم، لكن هل في قيمة للنعمة إذا ما اختبرتها؟ أعطيكم مثال، طلاب طول السنة يدرسوا منهج، صح؟ يدرسوا منهج، هل للمنهج قيمة إذا ما اختبرناهم فيه؟ هل بيحس إنه العلم اللي جالس يتعلمه إله قيمة إذا ما دخل اختبار؟ أصلاً كيف ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إذا ما اختبر؟ صح ولا لا؟ ولذلك النعم، والنعم أيضاً حتى الابتلاء ترى نعمة. ليش؟ لأنه لازم تبتلى فيما أعطيت. طب أنا عندي أولاد ابتليت فيهم عاقين، يبلوكم أيكم؟ أيضا
الامرأة ما متزوجة، ما تزوجت، مو تزوي، تبتلى. هذه أيضا الحرمانة، حرمان من الزواج. إذا هنا تبتلى ولا ما تبتلى؟ يشوف الله تعالى هل تحافظ على الحافظات فروجهن ولا لا. إذا هي مبتلى ولا مبتلى؟ مبتلى. فإذا لازم عشان الله تعالى يكافئ، لازم يختبر تلك النعمة اللي أعطاكم الله تعالى أو حرمها الله تعالى عليكم. لما نختبر أول بأول، يعني نطبق أول بأول. يعني لو أنا عندي نعم نعم. هو ما بس تمحيص، هو ليس فقط تمحيص وإنما تطوير. ليش؟ لأنه أنت لو ما تختبر كيف تتطور؟ يعني أعطيكم على سبيل المثال، إحنا مثلا نزلت الأمطار صح؟ وإحنا أول مرة في شارع ما كنا نعرف إنه ينزل في الوادي، فأنا رحت في ذا الشارع واكتشفت إنه ماله يقطع له الوادي. المرة الثانية لما ينزل مطر أروح من ذيك الجهة؟ هكون إيش؟ حذر. أيوة، ما أكون كما ذيلك بيسوي عنهم ويقول عنهم. أما قلت أنتوا قلتوا أنا ما قلت. طيب، فإذا هنا لابد أن نعرف أنه أصلا التجارب والابتلاءات لكي ماذا؟ لكي تتطور أنت. ما أنت لو ما تعرضت لذي المواقف، لو هو ما تعرض لذاك الوادي أيعرف؟ نفس الشيء، الأم إن لم يكن لها أبناء عاقين هل هتعرف معنى الصبر؟ هل كانت بتتلذذ بمعنى التربية؟ لأنه هي على بالها التربية أجيب أكل وشرب وملابس. لا، لازم تعرف أنه هذه النعمة ستختبرين فيها. طيب، تعالوا نشوف العلاقة ما بين الصبر والابتلاء. قلنا الابتلاء هو الاختبار صح؟ الصبر هو ردة فعلك تجاه هذا الاختبار. إذا الله تعالى ماذا يقول الله تعالى؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص والأنفس، مو قال آخر شيء، يعني اللي هينجح الصابر. ولذلك السؤال اللي مفروض نطرحه على أنفسنا، إذا أصبت بنقص كيف تتصرف؟ إذا أصبت بحزن كيف تتصرف؟ إذا أصبت بأذى كيف تتصرف؟ إذا أصبت بقهر وخذلان، وما أكثر الخذلان الذي تتعرض له المرأة بالذات؟ إذا أصبت بظلم، إذا أصبت بنعمة وزيادة، إذا تعرضت للقذف ما تصير؟ تتعرض النساء للقذف. إذا تعرضت لخيانة، إذا أصبت بيأس، إذا أصبت بضيق، بالله عليكم ألا تصاب النساء بكل هذا؟ بعد هذا يوم تصاب مطلوب منها أن تقوم وتصوم صيام الصائمين. إذا هي ما تعرف تتعامل، شكرا بند، صوت واضح؟ زين. إذا هي ما تعرف تتعامل ولا تواجه هذه الابتلاءات بطريقة صحيحة، فإنها في هذه الحالة مالها ضيعت نفسها وضيعت العبادات وحرمت نفسها من العبادات. أنا أقول لكم ليش الكثير من النساء لما تجي تصوم اليوم الأول بحماس، اليوم الثاني بحماس، لكن بعدين تبدأ مالها تثقل نفسها. ليش تثقل نفسها؟ لأن في واقع الأمر بعدها عندها مشكلة في مسألة التعامل مع الهموم اللي عندها. أنت هتقولي لي تعاني النساء بالذات. ليش النساء بالذات؟ كما قلت النساء بطبيعتها مالها عاطفية، وهل عاطفية اللي فيها مالها تخليها المسألة تكبر عندها، المسألة تتضخم، القضية عندها ما حاجة بسيطة، ما تتعامل معها ببساطة، تعطيها كذا أكبر من حجمها بسبب عاطفتها. وترى الإنسان يا جماعة ما هو إلا مشاعر، فكيف إذا كانت المرأة كلها مشاعر كيف تتعامل؟ وذلك لابد أن تفهمي الابتلاء لما الله تعالى يقولنا إنه إذا تبغي فعلا نتيجة
كوني من الصابرين. شكلش عادي، كيف تصبرين على تنمر الناس ونقد الناس؟ تعرفي في يعني هذه المرأة اللي قالت لي أنه زميلتي أجمل مني، تقول أمي التي تتنمر علي. ليش تقول؟ لأني أنا الوحيدة السمراء وخواتي كلهم بيضات. احنا نقول لازم تكون قوية، لكن احنا ما في موقفها، صح؟ لأنه هي تتعرض يوميا، تقول المشكلة أنه اللي هز الثقة فيني هي أمي. الآن هي التي تقود البيت، الآن هي التي تقود البيت، وتقول أنا المسؤولة الآن عن إدارة البيت، خاصة بعدما سقط والدها مريضا، أصيب بالسرطان، فتقول الآن دائرة البيت علي. قلت لها وأين ذهب التنمر؟ فعشان تعرفوا أحيانا لما يكون الإنسان، الله تعالى شوفوا لما يبتلي الإنسان بابتلاء غير عن الابتلاء، حتى ماذا؟ حتى يشغله إيش عن ذلك الابتلاء. لأنه أحيانا الإنسان لما يكون مهموم بشيء، أيوة، بأثابه غما كي لا تأسوا على ما فاتك. ما هي كانت حزينة على فكرة ويش، فأنا أقول لها يعني طب وين موضوع كيف، وين بنودي؟ ما عندها وقت الآن، أمامها مهمة أخرى يجب أن تتعامل معها، وهي إن شاء الله تحسن التعامل معها، وما شاء الله عليها جالسة تحسن التعامل، كيف إنها تدير البيت في ظل مرض والدها الذي فجأة، طبعا أنتوا تعرفوا إذا طاح عمود البيت يعني كأنه البيت كامل، فهي أكبر أخوانها. فهي تقول الآن أنا أقود البيت وأنا مطالبة بكذا وكذا وكذا، وهي يعني تتصرف بحكمة. الآن ما عندها وقت، وهذا الأمر بيخليها فعلا تتناسى هذاك حتى تبني ثقتها بنفسها من جهة ثانية. عشان كذا الإنسان إذا كان ما يملك الثقة، شوفوا لاحظوا، تسليم ثم ماذا؟ إيمان. إيمان، ما أنت إذا ما سلمتي ما تؤمني. الآن لأنه هي الحين سلمت ذاك الموضوع بسبب وش؟ موضوع آخر، شوفوا كيف؟ لذلك الله سبحانه وتعالى، شوفوا من لطفه، من لطفه، إن لم تكوني مسلمة هيخليش مسلمة، إن لم تكوني مسلمة هيجعلك مسلمة. ما هو ما بكيفش، لماذا؟ لأن الله تعالى يريد إيش؟ ينتشلنا كذا من القاع. بس ترى إحنا مالنا، إحنا نحب القاع للأسف الشديد. طيب الآن كيف أخفف من أثر الابتلاء؟ كيف أخلي الابتلاء لا يؤثر علي؟ لازم تعرفوا أنه التفكر والتدبر أقوى طريقة تخليك مسلم. طب قال لك في شيئين لازم تتدبرهم وتتذكرهم. رقم واحد، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إيش معناتها؟ الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم عليه السلام مسح الله تعالى بيده على ظهر آدم، فخرجت كل ذرية آدم كلها حتى تقوم الساعة، ثم ماذا؟ ثم زرع فيهم فطرة لا إله إلا الله. لما زرع فيهم فطرة لا إله إلا الله سألهم اشهدوا من ربكم؟ قالوا إيش؟ قالوا الله. خلاص، إذن كل مولود يولد على ماذا؟ على الفطرة. طيب الآن سؤال بسألك إياه، لو مثلا أسماء جاتني أسماء ورحت أنا عطيتها الكلية مالي، سلامة أسماء يعني كانت محتاجة كلية وأنا عطيتها كلية واحدة، هل أسماء بيجي يوم من الأيام تقول ما أثق في أمل؟ ليش؟ لأنها ضحت بشيء ماله ثمين، صح؟ فكيف إذا الله الذي أعطاك أغلى شيء أنت تحتاجه ألا وهو الفطرة؟ لأنك أنت بالفطرة الجنة، أنت بالقلب السليم الجنة، صح ولا لا؟ فإذا كان الذي أعطاك هذه الفطرة
وأعطاك لا إله إلا الله وأسكن في قلبك، وما فيه حتى فرعون، حتى فرعون أسكن الله تعالى في قلبه لا إله إلا الله، حتى الملحدين اللي يقولوا لا نؤمن بالله أسكن الله تعالى في، لكن يحتاج الإنسان ماله يسترجع ذي المعلومة. لذلك تفكر تو إذا الله تعالى أعطاني أغلى شيء ألا وهو أن أؤمن به. أنا أقول لكم إياها، تخيلوا قلوبكم ما فيها أو فيها 600 إله، يلا تخيلوا وضعكم عند أي إله تروحوا بالضبط، صح ولا لا؟ عند أي الله، عند أي إله لو كان 600 إله في ذلك القلب، لكن الله تعالى وضع في قلوبنا واحدا أحد الله، صح ولا لا؟ وبالتالي هذا أغلى شيء، إنه أنت تكون موحد لله تعالى هذا أغلى شيء أنت ممكن تعيش عليه. لكن لو قلوبك، لو قلبك يعني قلوبكم شتى وقلوبنا فيها 600 حد، يا ترى أنا لما تصير لي مصيبة أروح عند أي إله؟ طيب لما أحتاج ذرية أروح عند أي إله؟ طب لما أحتاج فلوس أروح عند أي إله؟ بالله عليكم ما شغلانة؟ عندما يعطينا الله تعالى أغلى حاجة نحتاجها اللي هي أنه نتوجه لواحد أحد، بالله عليكم هل نشك في الله تعالى؟ هل نشك في قضائه؟ هل نشك في الابتلاء؟ هل نشك في أنه هو تعذيب؟ نقول تعذيب؟ لا، بل هو رحمة، لأن استحال الذي وضع فيني، ها وضع فيني الله تعالى ماذا يقول؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم، الله تعالى يقول أخذ من ظهورهم ماذا؟ ذريتهم، وأشهدهم على ماذا؟ على أنفسهم، ألست بربكم؟ طب الله تعالى يقول ألست بربكم؟ ها سؤال. طب إذا كنت أنا ربكم وأنا اللي وضعت فيكم هذه الفطرة تشكوا فيه؟ طب أنا قلت لكم الحين المثال البسيط، أنا لو جيت أعطيت أسماء الكلية وقلت لكم هل تشك فيه؟ قلتوا لي لا، كيف نشك في الله؟ لذلك الإنسان سؤال، ليش لما الله تعالى يبتليك تقولوا حال مو يا رب، حال مو أنا بالذات، مالني أنا مغضوب علي، أنا مبوني شقية، أنا مبوني مقور، ما نعرف نقول غير ذا الكلمات، صح؟ أيوة التذمر. لكن نحتاج نسترجع حاجة ألا وهي ماذا؟ هذه الآية، عشان أقول لكم التدبر، في فرق بين من يتدبر، لأنه اللي يتدبر هيتذكر، من يتدبر يتذكر، ومن يتدبر أيضا سيورث في قلبه المحبة تتجدد على طول، يتذكر، لأني لو شفت ذي الآية بقول آه صح، تو اللي أعطاني أغلى شيء مستحيل يؤذيني، أكيد له حكمة أنا لا أدركها. طيب أمر آخر أيضا استرجع أن الله تعالى غني عن تعذيبي، أرجع كذا تو ليش الله تعالى يعذبني؟ يعني اللي قاس يقول حال مو يا رب تعذبني أنا، سؤال اللي تقول هذه الجملة حال مو الله تعالى يعذبش أصرين إيش مو مسوية؟ سؤال ها؟ هل كتب على فلسطين العذاب؟ هذا عذاب؟ هل هذا عذاب بالضبط؟ كثير من الناس يقولوا هذا عذاب، ليش الله تعالى يعذبهم وليش هم بالذات؟ بل إن أكثرهم حفظة، صح ولا لا؟ أطفالهم يتحدثون أحسن من علماءنا إحنا، صح ولا لا؟ ليش الله تعالى يعذبهم؟ لذلك هناك حكم من الابتلاء قد لا ندركها، ولذلك علينا أن رقم واحد نسلم، فنكون بها مسلمين، فنكون بها مسلمين. لذلك إذا تريدوا صح، تريدوا أن يخف كثرة التفكير بالمشاكل، كثرة التفكير بالهموم، كثرة التفكير بالمعاناة اللي تعانيها، كثرة التفكير ممكن واحدة إلى حاجة وما عندها ضائقة عليها، عندها ضائقة مالية، تريد تأكل أولادها، تريد تعيشهم بس ما عارفة كيف تعيشهم، سلمي سلمي، لأن التسليم يورث الإيمان، والإيمان سيدفعك إلى القنوط. يعني إيش؟ يعني إيش اللي يخليني الإيمان أسوي؟ لما أنا أسلم، ها سلمت الأمر خلاص أنا مسلمة، آمنت وأشتغل على موضوع الإيمان، بعدين إيش بيصير؟ إذا قال الله أكبر مو أنا سويت، كنت من القانتات، حضرت على طول حصلة، إذا الله تعالى أذن وهل هلال رمضان، أنا كنت من إيش؟ من الصائمات. إذا الله تعالى قال لي ها جاتني رسالة مجلس علم، أنا مو سويت، حضرت، ها حضور. في ناس مو تسوي،
في ناس لما تجيهم رسالة درس، هل كنك اليوم يرسل لنا ذي الرسائل؟ كنا ما حد يعرف بس ذا الكلام، وكله نفس الكلام يقولون إياه كل يوم، نفس الكلام ما يقولون شيء جديد ذيلا، بس العيان 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 العيان، هذا كله نعرفه. ما أنت لو كنت تعرفيه ما كنت عايشة في غم وهم. لكن الإنسان يحتاج إلى ماذا؟ تذكير، يحتاج إلى تذكير، محتاج إنه هو يجدد الذكر. أيوة، والذكرى تنفع من؟ والمؤمن، ها جاي هذه المؤمن، شوفوا مسلم مؤمن قانت. ما أنت لازم أصلا عشان تكون حاضر لابد أن تتذكر، وإنت ما تتذكر حتى تسلم وتؤمن، عشان في النهاية يكتبك الله تعالى من الذاكرين. أنا كان خاطري أنه شوية أخذ معاكم الآية اللي هي إن المسلمين والمسلمات، لكن الحديث يطول والوقت سامحوني يعني، لأني أنا جاي من مسقط. والله الود الود ودي والله اشتغلت السماعة. بارك الله فيكم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا، وبالمعصية صفحا وعفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، واعف عنا إنك أنت العفو الكريم، واعف عنا إنك أنت العفو الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا طيبا، اللهم بارك الله فيكم.